السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة مراتك على فيسبوك كذا اليوتيوب في فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم يتعلق ب لا لتر دو موتيفاسيون بالنسبه لطلب فيزا فرنسا والا لا لتر دو فواياج. طبعا حنا نعلموا باللي لي زاجون دو تي اس كونتاكت ماهمش حيقبلوا عليك لا لتر دو فواياج والا لا لتر دو موتيفاسيون، لانه هناك طريقه من اجل طبعا دفع تلك الوثيقه دون الاضطرار الى الدخول في منازعات مع الايجنتس تاع تي اس كونتاكت، لانه لي زاجون تاع تي اس كونتاكت عندهم الحق، لانه القنصليه منعت عليهم يحكموا وثائق غير مطلوبه، لانه طريقه يعني جد سهله جدا، يعني انه لا لتر دو موتيفاسيون تنجم تدفعها بطريقه غير مباشره، حيث انه في الفورميلار ترانزيزا هناك خانه تقول فيها القنصليه باللي انت عندك الحق انك تشرح الخطه تاع السفر تاعك، يعني في مجموعه من الكلمات والا في 500 كلمه موجزه. طبعا 500 كلمه موجزه هذيك تنجم تحطها انت في الفورميلار تاعك تاع ترانزيزا، يعني طريقه غير مباشره كلا لتر دو كعباره والا عباره عن لتر دو فواياج والا لتر دو موتيفاسيون، باش تشرح فيها القنصليه الاسباب التي دفعتك طبعا لطلب الفيزا. طبعا في الفورميلار فرانس فيزا في الخانه يعني الرابعه او الخامسه في الصفحه الاولى في فرانس فيزا راح تلقى هناك يعني اكسبليكاسيون والا شرح للسفر والا لخطه السفر والا النوايا التي دعتك الى القيام بالسفر. طبعا تقوم بالعمل خط والا كتابه والا نص محدد تشرح فيه بصوره موجزه وصوره ملخصه الغرض من السفر الخاص بك، وتكون طبعا كذا قد احترمت قوانين القنصليه وكذا احترمت قوانين تي اس كونتاكت وكذا قد لبيت رغبتك الخاصه في وضع لتر دو فواياج والا لتر دو موتيفاسيون في طلب الفيزا الخاصه بك بطريقه غير مباشره. الوغ هذه وان تيب، يعني طريقه اللي تخليك تحط لتر دو فواياج لتر دو موتيفاسيون في الفورميلار فرانس فيزا دون الاضطرار الى اضافه وثيقه ودون الاضطرار طبعا الى اضافه وثيقه يعني اضافيه في طلب الفيزا وكذا طبعا الدخول في منازعات مع فريق تي اس كونتاكت. كان معك هذا مورتيك، من اجل طرح اي اسئله ادخلوا الى موقع الخاص بي www.bureaumorantec.com/sup حيث يمكنكم طرح سؤال وكذا سيتم الاجابه عنه من طرفي انا في مجموعه من الدقائق. الموقع متوفر على جوجل، متوفر اونلاين www.bureaumorantec.com/sup، يعني تنجموا تدخلوا في سيغ تليفون سيغ اورديناتور في اي يعني بلاتفورم والى اي ديفايس يو هاف. Have a nice day. Goodbye.